بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم يسر أمورنا ويسر عيوبنا وبلغنا مما يرضيك آملنا، ووفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وأعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن والقيام بحقوق الصيام وآداب الصيام على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين، وتقبل ذلك منا، واجعلنا من أهل من صام رمضان إيمانا واحتسابا، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، وأعطنا أوفر نصيب برحمتك أرحم الراحمين. واغفر لمشايخنا وعلمائنا وارحمهم وعافهم وعف عنهم، وارحم والدينا ومشايخنا وعلمائنا والمسلمين. أما بعد، نكمل قراءة الرسالة القشيرية للإمام الأستاذ عبد الكريم القشيري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين أمين. ونحن اليوم في الجلسة الثانية في باب رؤيا القوم. رؤيا القوم أي الرؤى التي يرونها في مناماتهم، والرؤيا تحدث للمؤمن بشارة أو نذارة، وقد تكون من الشيطان أحيانا إذا كان النوم غفلة ولا يكون نوم عبادة. يقول: وقال الكتاني: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، ورؤيا النبي في المنام حق. فقال لي: من تزين للناس بشيء يعلم الله منه خلافه شانه الله. شانه يعني فضحه، يعني إذا ظهر الإنسان بغير حقيقته، يعني يظهر في صورة المخلص ويريد الخيانة، في صورة الصادق وهو يريد الكذب، في صورة العابد وهو يريد أن يخطب ود الناس حتى يثقوا فيه ولا يقصد العبادة نفسها لله عز وجل. كل هذه الأشياء أن يتخلق بخلق ليس فيه. شانه الله يعني فضحه الله، إما يظهر على لسانه أو يفضحه الله سبحانه وتعالى بالامتحان والاختبار، فنسأل الله أن يسلمنا. من تزين للناس بشيء يعلم الله منه خلافه شانه الله. أو ده كلام النبي في الرؤيا، هل له حكم الحديث النبوي؟ ليس له حكم الحديث النبوي، لكن له يحترم، إذا وافق الشرع الشريف يحترم، لكن ليس فيه شروط الحديث النبوي من حيث الرواية والدراية وغير ذلك، لأن رؤيا النبي حق، لكن لا ينبني عليها تشريع زائد، وإن كانت تكون موافقة للتشريع الأصلي فهي بشارة لمن رآها أو توجيه له. وقال الكتاني: واحنا قلنا ان السبب ان الرؤية رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بالرغم انها حق، الا انها لا يؤخذ فيها في تشريع جديد لعدم ضبط الراوي، لا لعدم ضبط الرؤية، فالرؤية صحيحة، لكن الراوي انما رآها كان نائما، وحال المتلقي وهو نائم قد تختلف عليه الامور. وعلشان كده يشترط في المتلقي الذي يروي الرواية الموثوق بها ان يكون يقظ في كمال يقظته، والنوم على خلاف هذه الحالة، وبالتالي الرؤية تكون حق، لكن الرائي نفسه قد يغفل عنها لأنه رآها وهو نائم فيفهمها خطأ أو يحكيها على ما فهمها هو. وقال الكتاني أيضا: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، نسأل الله أن يرزقنا رؤيته في المنام وفي اليقظة وفي كل حال. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقلت: ادعو الله ألا يميت قلبي. دي رؤى جميلة، ان يكلم النبي وخطبه، ان يشوف النبي، يعني لان رؤى النبي دي درجات كتيرة، يعني ساعات الواحد يشوف النبي في المنام يقولوا له ده واقف بره، موجود بره لكن ما دخلش عليك، او موجود جوه وانت بره وبعدين تستيقظ على هذا، يعني حتى ما تخشش في المكان اللي هو فيه النبي، لكن تشوف رؤية كده كأنك بترى النبي من وراء حجاب، غير اللي يرى النبي مباشرة، غير اللي يرى النبي ويكلمه كمان، وغير اللي يرى النبي ويكلمه ويرد عليه. كل دي درجات عاليه في الرؤى، ليست كل الرؤى بنفس الدرجه. فبيقول: رايت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقلت: ادعو الله الا يميت قلبي
فقال: قل كل يوم 40 مرة يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت فإن الله يحيي قلبك. يبقى دله على ذكر، دله في الرؤية على ذكر معين، وهذا ذكر يبقى ملزم هو ذكر، لكن لا يلزم الأمة به. إن أردت أن تأخذ به لا بأس، لكن إن لم تأخذ به لا شيء عليه. وعلشان كده معظم حتى أوراد كثير من الأولياء تجدها إما تلقوها بالرؤى، تلقنوها لمريديهم لأنهم جربوها ووجدوها فيها بركة. ويأتي بقى بعض طلاب العلم أو الذي لا يفهم هذه المعاني يقولوا ما بيشرعوا لكم شرع جديد، ليس تشريعا جديدا، لأنه أولا ربنا بيقول: واذكروا الله ذكرا كثيرا، ولم يحدث ما هو الذكر الذي نذكره. فلك أن يعني تذكر بذكر لم يذكره أحد قبلك طالما يوافق الشرع الشريف. وكان الصحابة يذكرون الله ويصلون على النبي بأذكار هم يخترعونها من قبل أنفسهم، وكان النبي كثيرا ما يسمعه ويقرها صلى الله عليه وآله وسلم، فلا بأس في ذلك. ورأى الحسن بن علي رضي الله عنهما عيسى بن مريم، رؤيا الأنبياء كلهم حق، يبقى اللي يرى النبي حق واللي يرى أي نبي آخر حق، لأن الشيطان لا يتمثل بنبي من الأنبياء ولا يتمثل بملك أيضا، لأن الملك رسول ورؤية الملك تكون حق أيضا. يعني واحد يقول رأيت سيدنا جبريل، رأيت سيدنا ميكائيل مثلا، برضو رؤية الملك، لأن الملائكة رسل، جاعل من الملائكة رسلا أولي أجنحة، فطالما رسل يبقى لا يتمثل الشيطان به، لأن لو استطاع الشيطان أن يتمثل للبس على الأنبياء الوحي. الشيطان يجي في سورة أي حاجة ويقول للنبي ده أنا الملك، ويوم يوحي إليه على خلاف مراد الله، فيستحيل ذلك على الله. يبقى لا يستطيع الشيطان أن يتمثل في الملك حتى لا يلبس على النبي في وحيه، كما أنه لا يستطيع أن يأتي في سورة الملك متلبسا لأي مؤمن من المؤمنين، لأن الملك له نفس العصمة المطلوبة للنبي البشر لأنه رسول أيضا. فده وعشان كده أنا بيقول رأيت سيدنا عيسى بن مريم في المنام فقال: إني أريد أن أتخذ خاتما، فما الذي أكتب عليه؟ يعني سيدنا الحسن بيسأل سيدنا عيسى في المنام بيقول له: أنا عايز إيه أجيب خاتم لي ألبسه، أنقش عليه إيه؟ أكتب عليه إيه؟ نقش. فقال: اكتب عليه لا إله إلا الله الملك الحق المبين، فإنه في آخر الإنجيل. وهذا عجيب، سيدنا عيسى بن مريم لا يتكلم العربية، سيدنا عيسى بن مريم بيتكلم السريانية مثلا، لم يتكلم العربية لأنه ليس رسول عربي، مش كده برضو؟ ولكن سيدنا عيسى بن مريم بعد ظهور بعثة النبي صار تابعا لأمة النبي لأنه ما زال حيا، وحصلت له الصحبة برسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه التقى به في حال حياته في الإسراء والمعراج، مرة في الأرض ومرة في السماء، فصار صحابي جليل، فعلمه الله العربية لأنه صار متعبدا بالقرآن وبشرع النبي، لأن بظهور النبي والإيمان به نسخت الشرائع السابقة. فصار سيدنا عيسى بن مريم تابعا لنبينا، يصلي الفرائض الخمس، يصوم رمضان، كل ده بيعمله وهو فوق في السماء الرابعة. وهل يأكل ويشرب أو لا يأكل ولا يشرب؟ ربما لا يأكل ولا يشرب فلا يحتاج لوضوء لأنه لا ينتقد وضوء، ربما ذلك، ما المانع أن ربنا سبحانه وتعالى يطعمه شربة واحدة من نهر الجنة وأكلة واحدة من أكلات الجنة تشبعه إلى أن يلقى الله عز وجل، وقد حدث ذلك لكثير من الناس. بركة الحبشي في هجرتها لما عطشت سقاها الله من ماء الجنة، فلم تعطش إلى أن ماتت، بعد ذلك عاشت أكثر من 40 عاما أو أكثر ولم تعطش أبدا. فهذا يعني ليس بمستبعد عند الله عز وجل. سيدنا عيسى بن مريم ما زال يعيش حياة جسدية روحانية، ما زال حيا في الجنة في السماء مرفوع ومتعبد بشرع المسلمين، وحينزل في يوم من الأيام يكمل ما خلقه الله لأجله حتى يظهر لمن فتن فيه أنه عبد الله ورسوله، ثم بعد ذلك يقتل الدجال، ثم يعيش بقية حياته وعمره، ثم يموت ويدفن
بجوار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان سيدنا عيسى هنا بيكلمه بالعربية، شفت بقى؟ يعني ممكن اما تشوف اي نبي من الانبياء، شوف سيدنا ابراهيم، سيدنا ابراهيم ما كانش يعرف العربية، مش كده برضو؟ سيدنا ادم كان بيتكلم العربية، ربما علم ادم الاسماء كلها، قيل اللغات كلها، ربما على قول ان الاسماء هي اللغات كلها فعلمها لابنائه ربما. لكن على اي حال جميع الانبياء بمجرد وفاتهم يصيرون عارفون بالعربية لانها لغة اهل الجنة وهم من اهل الجنة. فكأن الله نقش اللغة في قلوبهم وفي روحانيتهم، ولكن استعملوا لغة قومهم، فلما أدوا ما عليهم عادوا إلى اللغة الأصلية التي أرادها الله لأهل الجنة فيصيرون متكلمين بالعربية. وعلى شكلنا من لا تتعجب أنك ترى نبي كان لا يتكلم بالعربية تجده يتكلمك بالعربية. سيدنا موسى كان بيكلم الفرعون بإيه؟ بلغة الهيروغليفية، بيكلم لغة أهل مصر، بيكلموا بإيه؟ باللغة القديمة، اللغة الهيروغليفية اللي احنا ما نعرفش نطقها إيه، احنا يا دوب عرفنا نفك حروفها لكن ما نعرفش إيه الصوتيات بتاعتها إزاي، لا نعرف لان مفيش تسجيل سمعناهم بيتكلموها يقولوا ايه. لكن احنا قدرنا بتوفيق الله اننا نفك الرموز فقط معانيها، لكن صوتياتها لا نعرف. وكذلك سيدنا موسى لما التقى برسول الله كلمه بالعربي، فكل الانبياء يتكلمون بالعربية ولغة اهل الجنة العربية، فلا بأس ان ترى نبي في حال برزخه يكلمك بالعربية ولا تتعجب من ذلك. يقول له اكتب عليه لا اله الا الله الملك الحق المبين. وعشان كده يعني في القلب اشياء ممن يعني يتعبد الله ببعض الالفاظ السريانية، يعني خلاص بعد ظهور اللغة العربية ممكن تفطم نفسك عن كل اللغات. في بعض الاوراد لبعض المشايخ بيحط فيها بعض الاذكار السريانية على اساس انها يعني لغة متعبد بها ونزلت بها كتب سماوية، يعني التوراة ربما تكون نزلت باللغة الهيروغليفية القديمة ثم بعد ذلك ترجمت الى لغات عديدة، لان لابد انها تنزل باللسان بني اسرائيل اللي كانوا بيتكلموا بيه وهم في مصر القديمة، كانوا بيكلموا الفراعنة بايه؟ بلغتهم، لغة اهل مصر اللي بيكتبوها على المعادن. يبقى هي دي اللغة اللي نزلت على سيدنا موسى بها التوراة الاصلية، هي دي نفس اللغة اللي على الالواح، ثم بعد ذلك ترجمت تراجم عديدة وكل ترجمة تغيرها الى معنى جديد الى معنى جديد حتى تم تحويرها وتحريفها تحديثا كبيرا بعد ذلك. فلا ننصح الان على اي حال، لا ننصح ولكن لا نحرم، لا نحرم، ربما تكون جائزة اذا كان معناها صحيح. لا ننصح مسلم الان يتعبد بالذكر باللغة السريانية او باي لغة اخرى هو لا يعلمها، لان القرآن هو سيد الكتب السماوية وجاء باللغة العربية، والأنبياء الآن يتعبدون باللغة العربية، حتى في برازخهم يذكرون الله باللغة العربية إن كانوا يذكرون الله، وهم يذكرون الله على كل أحواله، فهم وهي لغة أهل الجنة. لكن على أي حال إن أوصاك شيخ بذكر معين بالسريانية لا بأس أن تتبعه ولكن لا ننصح. وروي عن أبي يزيد، سيدنا أبي يزيد البسطامي، أنه قال رأيت ربي عز وجل في المنام. رأيت ربي في المنام يعني رؤية حسية، يعني يرى جسما أو يرى مثلا تحيزا أو يرى شيء له مثل، لأن الله ليس كمثل شيء. لكن يلقى في روعه أن هذا كلام الله له، هذه المسألة. فرأيت يعني عرفت أني كلمني الله سبحانه وتعالى، فرأيت بمعنى عرفت، مش رأيته بمعنى الحس والإدراك اللي هو بمعنى الإحاطة، ولكن معنى إدراك بغير إحاطة. رأيت ربي عز وجل في المنام فقلت كيف الطريق إليك؟ فقال اترك نفسك وتعالى، يعني لا تعمل لحظ نفسك، لا تعمل لحظ نفسك بل اعمل لأجلي، هذه معنى اترك نفسك وتعالى، يعني كل أعمالك خليها لله عز وجل حتى يتم التجلي الأسماء الكامل فيك، لأنك أنت مرآة للحق، أراد الله أن يتجلى بأسمائه فيك، فكل شوائب فيك تمنع هذا التجلي الكامل، فاترك هذه الشوائب كلها والشواغل كلها والتعلقات كلها فيتم التجلي الأسمائي كله فيك،
فترى أثره سبحانه وتعالى فيصير لك سمعا ولك بصرا ولك يدا ولك قدما، فإذا سألته أعانك واستجاب لك وحفظك. وقيل وشكد سيدنا إبراهيم الدسوقي بيقول إيه، وخذني إليك مني وارزقني ثناء عني، أدي معنى خذني إليك مني، اترك نفسك وتعال، اترك نفسك وتعال. تصور انت طول ما انت قاعد مثلا بتعمل اي حاجة في الدنيا مشغول بنفسك، تعرف تعملها باتقان؟ طب جرب كده، ذاكر وانت عندك مغص مشغول بالمغص اللي عندك او بالصداع اللي عندك او بالهموم اللي في مخك، وذاكر كده تعرف تنجح. طب خلي واحدة ست حتى بتطبخ، ان شاء الله بتطبخ اي حاجة في البيت ومشغولة بنفسها، هتحرق المطبخ وتكب الزيت وتخرب البيت، تعملش حاجة. مش كده برضو؟ يعني مفيش انسان يعرف يتقن شيء في ايده ولو هذا الشيء بسيط وهو مشغول بنفسه. فالعبادة كذلك، اترك نفسك واعبد ربك، هذه معنى انشغل بربك لا بنفسك. وقيل رأى احمد بن خضرويه ربه في المنام فقال يا احمد كل الناس يطلبون مني الا ابا يزيد فانه يطلبني. ودي كرامة لسيدنا ابو يزيد البسطامي انه يعبد الله لله لا لغرض هو يريده. بيقول كل العباد يطلبون مني، يعني يعبدونني لاجل ان ادفع عنهم الضر، ان اوفيهم النفع، ان اجعلهم من اهل الجنه، ان انعمهم، ان يعني من اجل نعمي. وابا يزيد يطلبني ولا يطلب نعمي، يعني ده مقام اعلى. وقال يحيى بن سعيد القطان رايت ربي في المنام فقلت يا ربي كم ادعوك فلا تستجيب لي. يعني بيقول للرب وبيستفهم، هنا سؤال استفهام مش سؤال انكار، زي الملائكة لما سألوا ربنا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ما كانش انكار على الله ولكن استفهام، يسألوا عن الحكمة. فهنا برضو بيسألوا ويقول له يا ربي كم أدعوك فلا تستجيب لي. فقال تعالى يا يحيى إني أحب أن أسمع صوتك. ودي كرامة، لأن أحيانا ربك سبحانه وتعالى يستجيب بسرعة لمن يكره أن يسمع صوته. تصور أنت بقى كلب بيهبهب، ارمي له العظم خليه يسكت بقى، ما أنت مش عايز تسمع صوته. فلما يبقى كروان يغرد تقوم تعطله شوية علشان تسمع أكتر لأنك بتحب صوته. فأحيانا ربك سبحانه وتعالى يؤخر إجابته بالدعاء لبعض أحبابه، اولا حتى يزيد في اللجوء اليه ويزيد في عبادته ويجتهد في المواصلة ذكره عز وجل، ويكتب لهم الاجابة في الاخرة بدلا من ان يكتبها لهم في دار الفناء. وقال بشر بن الحارث رأيت امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه في المنام فقلت يا امير المؤمنين عظني. فقال ما احسن عطف الاغنياء على الفقراء طلبا لثواب الله تعالى، فأحسن من ذلك تيه الفقراء على الأغنياء ثقة بالله تعالى. يعني سيدنا علي بيقول له في المنام أحسن حاجة إن الأغنياء يعطفوا على الفقراء طلبا لثواب الله، واللي أحسن منه إن الفقير لا ينشغل وينهمك بالغني انتظار العطاء منه، بل يعرض عنه بقلبه ثقة بالرزق من الله عز وجل. ادي معنى واحسن من ذلك تيه الفقراء على الاغنياء. تيه مش معناه الكبر، يعني معنى عدم الركون القلبي، لان الكبر على كل حال غير مطلوب، يبقى تيه هنا بمعنى عدم الركون القلبي، ولكن الركون يكون ثقة بالله لا بما في يد الغني. مش يبقى قاعد الفقير مستني، قاعد باصص للغني هيحطيه في جيبه هيطلع كام، هيديني ولا مش هيديني، يا ترى هيفتكرني ولا لا، وكل ما يجي الغني يحود كده يروح جاي من قدامه عشان يشوفه يتعرض له. كل ده مش مطلوب، لانه ده عدم ثقة بالله عز وجل. ولكن الافضل منه تيه الفقراء على الاغنياء ثقة بالله تعالى. وعشان كده الامام الشافعي بيقول ايه، علمت ان القناعة رأس الغنى فصرت باذيالها ممتسك، فلا ذا يراني على بابه ولا ذا يراني به منهمك، فصرت غنيا بلا درهم امر على الناس شبه الملك. ادي المعنى. فقلت له يا امير المؤمنين زدني. فقال قد كنت ميتا فصرت حيا، وعن قريب تصير ميتا، عذ بدار الفناء ببيت
فابن بدار البقاء بيتا، يعني اذا عز عليك ان يكون لك بيت في دار الفناء فلا يعز عليك انك تنشغل وتبني لدار البقاء بيت، يعني بالعمل الصالح. وقيل رؤيا سفيان الثوري في المنام، فقيل له ما فعل الله تعالى بك؟ فقال رحمني. فقيل له ما حال عبد الله بن المبارك؟ فقال هو ممن يلج على ربه كل يوم مرتين، يعني معناه يحدث له التجلي مرتين، التجلي القبولي القربي بكشف الحجب، يبقى هذا هو المعنى. لكن الله سبحانه وتعالى ليس في مكان يدخل عليه، الله أقرب إليك من حبل الوريد. ولكن متى يكشف هذا الحجاب؟ وكأن يكشف هذا الحجاب له مرتين في اليوم. فكشف الحجاب عبر عنه بالولوج، بالدخول في حضرة مولاه. سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق يقول رأى الأستاذ أبو سهل الصعلوقي أبا سهل الزجاجي في المنام، وكان الزجاجي يقول بوعيد الأبد. كان الزجاجي عنده حتة معتزلية شوية، كان يرى أن فاعل الكبيرة الميت مصر عليها في النار خالدا مخلدا فيه، كان يرى ذلك، حتى من المعتزلة واخدها منه، اللي اسمه وعيد الأبد، اللي هو أن فاعل الكبيرة المصر عليها من أهل إيه؟ في منزلة بين المنزلتين ولكنه خالد في النار، ده كلام المعتزل، كان يرى ذلك. فبيقول أبو سهل الصعلوخي شاف الزجاجي في المنام بعد ما مات، وكان الزجاجي بيقول بوعيد الأبد، فقال له ما فعل الله بك؟ فقال الزجاجي الأمر ها هنا أسهل مما كنا نظنه، يعني لقينا رحمة ربنا واسعة، احنا كنا بنضيقها. ادي معنى الامر هنا اسهل مما كنا نظنه. ورؤيا الحسن بن عاصم الشيباني في المنام، فقيل له ما فعل الله بك؟ فقال ما يكون من الكريم الا الكرم. فحسن ظنك بربك سبحانه وتعالى، والله عند حسن ظن عبده. لان شوف انت الانسان الكريم لا يحب ان يخيب ظن الناس فيه، ده الانسان الكريم، فما بالك باكرم الكرماء رب العالمين، لا يحب من باب اولى ان يخيب ظنك فيه. فاذا ظننت فيه خير وجدت الخير كله، واذا ظننت فيه المغفره وجدت المغفره كلها، لان الله سبحانه وتعالى الذي امرك الا تخيب ظن من قصدك هو اولى بالا يخيب ظن من قصده من عباده، وهو ارحم الراحمين، لانه هو لطيف بعباده، وصف نفسه باللطف والرافه بنا قبل وجود ضعفنا، اي قبل ان يخلقنا، فما بالنا بعد وجود ضعفنا وخلقنا، نكون من باب اولى، هو لطيف بنا. رؤي بعضهم في المنام فسئل عن حاله فقال حاتبونا فدققوا ثم منوا فاعتقوا سبحانه وتعالى. ورؤي حبيب العجمي في المنام فقيل له مت يا حبيب العجمي؟ فقال هيهات، ذهبت العجمة وبقيت النعمة. حبيب العجمي كان من الاولياء، ولكن سموه العجمي عشان كان عنده عجمة في لسانه، يعني يتكلم العربي زي الخواجات كده، فبيتكلم العربي، عارف لما يبقى خواجه متكلم العربي تلاقيه يتكلم بلكنه كده، اول ما تسمع العربي بتاعه تعرف انه خواجه على طول، او سموه عجمي عشان كده. فبيقولوا له بعد ما مات ايه؟ مت يا حبيب العجمي؟ فقال هيهات، ذهبت العجمه وبقيت في النعمه. لان لا شك ان الموت هو انتقال من حياه الى حياه ارحب واوسع. وقيل دخل الحسن البصري مسجدا ليصلي فيه المغرب، فوجد امامهم حبيبا العجمي، فلم يصلي خلفه، خاف لحسن يكون يحسن الفتح. فسيدنا الحسن البصري لما دخل المسجد لقى اللي هيئمهم حبيب العجمي، وهو بيتكلم العربي مكسر كده زي الخواجات، فمرضاش يصلي خلفه، راح صلى لوحده كده في مكان منفصل علشان يتصح صلاته. فلم يصلي خلفه لانه خفى ان يلحن لعجمة في لسانه، يعني يخطئ في القراءة. فرأى في المنام تلك الليلة قائلا يقول له، سيدنا الحسن البصري بقى شاف في المنام في الليله دي، لما لم تصلي خلفه؟ لو صليت خلفه لغفر لك ما تقدم من ذنبك. لانه ولي كبير، والعبره بالصلاح وبعدم الخطا في الفاتحه، ولكن لو بلكنه ما يضرش، طالما لا يخطئ خطا يغير المعنى، ولو قراها بلكنه مش مشكله، المهم لا يخطئ خطا يغير المعنى. ومن هنا علشان كده الانسان على العلماء بالذات اللي في الدين وفي القراءات لازم يتواضع لخلق الله ويصلي خلف المسلمين، طالما يحسن قراءة الفاتحة مش يقول ايه ده وانا هصلي ورا عمي، وهو راجل علامة كبير، علمة كبيرة بقى وشهادة كبيرة كده، يلاقي واحد عمي كده في مسجد في زاوية من الزوايا
واحد بيصلي صابع اهواجي ولا مكواجي ولا سباك ولا صنايعي ولا اي حاجة ولا طبيب ولا مهندس ولا اي مهنة، لكن مش اهله شكله مش منشغل بعلوم الدين، لكن هو راجل علامة كبير بقى، يجي يخش كده الى اول امام يقوم ينزوي كده ويقول لك اصلي لوحدي، لحسن يكون ما يعرفش نواقض الوضوء. لا، حسن الظن بالناس مطلوب، وطالما يحسن قراءة الفاتحة هذا يكفي في حسن الظن ليه فتصلي خلفه. فدي كأنها إشارة للعلماء في سورة سيدنا الحسن البصري إنه يصلي خلف كل المسلمين، لأنه لا يدري من يرحم بمن. أنت ما تعرفش أنت هتترحم بمين أصلا، يمكن ربنا سبحانه وتعالى بيقبل كل جماعة المصلين في مسجد كبير من أجل واحد كده رأس الهيئة بيصلي في وسطه، يقوم ربنا سبحانه يقبل العالم دي كلها اللي هم اللي أنت شايفهم دول ملخوم أنت بمظاهرهم، يطلع الراجل ده الذي لا يؤبه به هو سبب قبول الناس دي كلها، لانك متعرفش المسألة، لان ربك سبحانه وتعالى يعطي القيادة الروحية واسباب قبوله لمن شاء في عباده سبحانه وتعالى. وعشان كده الناس العوام المصريين يقول لك ايه، يوضع سره فاضع الخلق، مش المصريين كده، وجاية من حديث النبي يقول انما تنصرون بضعفائكم، مش الرسول يقول كده صلى الله عليه وسلم، انما تنصرون بضعفائكم، وبيقول تاني صلى الله عليه وسلم لولا شيوخ ركع واطفال ردع وبهائم رتع لصب عليكم العذاب صب. كأن النعم بتنزل للناس من اجل الضعفاء دول، مش من اجل العالم الاقوياء، يعني اهل الهمة واهل النشاط واهل العمل. يا ربك بيرزقك علشان الاطفال دول، وعلشان البهائم دي تشرب، وعلشان الشيوخ اللي قاعدين طول الليل يدعو ومتألمين وضعاف وعندهم هزال وشيخوخة، كل الحاجات دي يمكن ربك بيرحم الناس دي كلها عشان دول. الخلاصة ان الانسان لا يستهين بخلق الله ابدا ابدا، كل خلق الله منسوبين الى الله فيبقوا محترمين لنسبتهم الى الله. ورؤيا مالك ابن انس في المنام، فقيل له ما فعل الله بك؟ فقال غفر لي بكلمة كان يقولها عثمان بن عفان رضي الله عنه عند رؤية الجنازة، سبحان الحي الذي لا يموت. يعني سيدنا الامام مالك كان لما يشوف جنازة يقول سبحان الحي الذي لا يموت. اتعلم الكلمة دي من مين؟ نقلا عن سيدنا عثمان بن عفان كان يقول الكلمة دي لما يشوف جنازة. شوف سيدنا مالك اللي قضى عمره في خدمة سنة النبي وفي نشر مذهبه وتعليم الناس الفقه والدين والحديث والاخلاق وغير ذلك، ربنا غفر له بالكلمة دي. طب واللي فات ده كله خد شهرة بقى بيه، خد شهرة بيه وخد عظمة وخد كل حاجة، لكن دي ما كانش حد دريان بيها، كان بيقولها خالص ما فيش فيها لا شهرة ولا ليها. فربك سبحانه وتعالى نظر للخالص فغفر له، وربما بعد ذلك غفر له بها ثم رفعه درجات بعلمه بعد ذلك. ورؤية في الليلة التي مات فيها الحسن البصري كأن أبواب السماء مفتحة، وكأن مناديا ينادي على إن الحسن البصري قدم على الله تعالى وهو عنه راض. سمعت أبا بكر بن أشكيب يقول رأيت الأستاذ أبا سهل الصعلوكي في المنام على حالة حسنة، فقلت يا أستاذ بما وجدت هذا؟ قال بحسن ظني بربي. شافوه هيئته حسنة كده، وكان صعلوك، يعني كان لبس لبس مخرك وعايش بلا بيت ولا مأوى، وكان يأكل حيثما اتفق ويمر عليه أيام ما يلاقيش أكل، صعلوك عابد من الصعاليق، ليس له مأوى يأويه وليس عنده رزق يكفيه، وعاش طول عمره عابد كده ماشي في الدنيا من صعاليق المسلمين. فشافوه هو بعد ما مات في صوره هيئه قبهه كبيره قوي، فقالوا ايه القبهه اللي انت فيها دي؟ قال بحسن ظني بربي. فنسال الله ان يحسن ظننا به ونحن نعلم انه الكريم المنان. وقيل رؤيا الجاحظ في المنام، فقيل له ما فعل الله بك؟ الجاحظ كان معروف ان هو كان متجرئ شويه، وكان برضه يعني معتزلي عنده اراء اعتزاليه، وكان ليه بعض الاشعار اللي فيها يعني ما لا يليق، وكان هو يعني من البلغاء العرب، كانت اللغه عنده طيعه، يعني كما طوعها الله الحديد لسيدنا داود طوع له اللغه، فكان يقول بكيف شاء. فلما رؤي الجاحظ في المنام فقيل له ما فعل الله بك؟ فقال قال له شعر برضه، يعني هو وراه برضه، هو في البرزخ برضه بيقول شعر، بيقول له فلا تكتب بخطك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. يعني ما تكتبش حاجة ولا تكتب، يعني معناه برضو لا تقل، يبقى الكلام في الكتابة لا تدونها لأنها تقرأ من بعدك،
يعني ما تكتبش الفتن والشبهات وتسيبها بعد كده الناس تقعد تقراها على مر العصور، ثم يبقى الانسان في قبره والناس قاعده تقرا الشبهات بتاعته ويفتنوا بيها وبعدين يعاقب من اجلها، لانها من ترك يعني من سن سنه سيئه فعليه وزرها وزر من عمل بها، ومن ترك سنه حسنه فعليه فله اجرها واجر من عمل بها. فالانسان على الاقل القول اخف من الكتابه، تصدق بقى، لان القول يسمعه اهل العصر بس اللي هم كانوا حاضرين بس وبعدين انقضى، ولكن اللي في زماننا ده ساعات بيسجلوه كمان فبقى اخطر، كان زمان ما فيش تسجيل، التسجيل مع الله بس هو اللي بيسجل، لكن الوقت الخط اخطر. ليه؟ لان يفضل بعد ذلك كتاب مقروء يقراه الاجيال جيلا بعد جيل، ودي احنا بنقرا مؤلفات للناس وميتين بقى لهم 800 سنه و900 سنه واللي ميت بقى له 1000 سنه لسه بنقرا مؤلفاتهم. فعلشان كده بيقول له لا تكتب بخطك غير شيء يسرك في القيامه ان تراه. وقيل راى الجنيد ابليس في منامه عريانا فقال له الا تستحي من الناس؟ ما هو بقى الاباحه كلها دي بتاعت ابليس، القبح كله والفجر كله هي دي شغله ابليس، مش كده برضه؟ يحب ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا، فهو دي. فقام سيدنا الجنيد شاف ابليس في المنام عريان، يعني يدل على ايه؟ على الفجر بقى، فاجر. فبيقول له الا تستحي من الناس تشوفك بالمنظر ده؟ فقال هؤلاء لا ناس، يعني اهل المعاصي دول مش ناس، هم دول ناس، الناس صحيح هم اللي عرفوا ربنا، لكن دول مش ناس، ما ربك سماهم برضو ايه؟ كالانعام بل هم اضل، مش كده برضو؟ قال دول مش ناس، انما الناس اقوام في مسجد الشنزيه اضنوا جسدي واحرقوا كبدي. مسجد الشنزيه دي اللي هي الزاويه اللي كانت في حي الشنزيه في بغداد، وكان بيجلس فيها فقراء الصوفيه يذكرون الله ليل نهار. قال له هم دول الناس دول، هم دول اللي قاعدين في الحته دي، هم دول اللي اضنوا جسدي واحرقوا كبدي. قال الجنيد فلما انتبهت غدوت الى المسجد فرأيت جماعة وضعوا رؤوسهم على ركبهم متفكرين، يعني متعبدين عبادة التفكر. فلما رأوني قالوا لا يغرنك حديث الخبيث، يعني من أهل الكشف، عرفوا الرواية من قبل ما يحكي لهم، ويقول له برضه ما يغركش حديث الخبيث، لأحسن يكون بيقول لك كده عشان تيجي تقول لنا كده نقوم احنا يصيبنا الكبر يقوم ياخد نصيبه مننا، ما ممكن يبقى مكر برضه. يقولوا بقى يقول لهم ده انا شفت ابليس بيقول عليكم عاملين فيا وعاملين، يقولوا يا سلام ما احلانا وما اجملنا وما اعبدنا، يبقى يعجبوا، يبقى برضه يقعوا. شفت بقى خبيث ازاي؟ يعني هو عايز يدخل لهم بطريق اخر، طريق العجب، طريق الاعجاب بالنفس، لكن هم متيقظين. فقال له ايه؟ لا يغرنك حديث الخبيث. الله يحفظ، الله يكرم. ورؤيا بيقول ايه علاج العجب؟ انه يعرف ان هو ولا حاجه، بس يعرف اصله. بص لاصلك كده، لو بطلت تستحمى شهر ما تطيقش ريحه نفسك كده برضو. اصلك ايه؟ نطفه مزره، يجي اصلك لو جت على ايدك تقرف منها، ده اصلك. يعني اصلك تقرف نفسك انت، نفسك تقرف من اصل نفسك، شوف قد ايه. واخرتك ايه؟ جيفه قذره، مش كده برضو؟ قال هي دي اخرتها، كل الناس كده، مش انت بس يعني، وانا كده وكل الناس كده. وبين الاثنين بتعمل ايه؟ كلك نجاسه تحمل العذره، يعني كلك براز وقرف وتفاسه ومخاط وبرابير يعني انت فيك ايه يعني؟ فيك ايه يعني عشان تتكبر يعني؟ ده انت ريقك لما بيقع على بنطلونك وهو ريق نفسك تقرف منه وتروح مسحه في حاجه كده وتروح شاته في ايدك. يعني مش دي الحقيقه؟ يعني لما يجي لك شويه زكام كده وتروح عاطس ويجي لك حاجه مخاط يقع على ايدك ولا على بدلتك بتعمل ايه؟ بتروح تبقى قرفان منه وعايز تغسله. يعني انت نفسك قرفان من نفسك، فما بالك الناس تبقى عامله ايه فيك؟ تبقى اشد قرفا منك. فهتتكبر على ايه بقى؟ مش كده برضه؟ هتتكبر على ايه يعني؟ ان كان فيك كمال فمن الله. واخد بالك؟ ادي كل الحكايه، فاي كمال فيك ليس من ذاتك. المتكبر بقى مشكلته انه راى ان الكمال الذي اظهره الله فيه انه نابع منه مش من توفيق الله. فقال يا سلام يا ارض تهدوا عليك، يا ارض ده انا بفهم كل حاجه والناس كلها مش فاهمه، ده
ده انا عندي اموال وعندي سلطة والناس كلها لا عندها اموال ولا سلطة، ده انا مش عارف ايه وانا ايه. نظر لما احباه الله من نعم وهي لا وهو لا يملكها انها منه ذاتية، فابتكر نفسه خد في نفسه الم، يقول لك خد في نفسه ايه الم. عشان كده سيدنا علي بن ابي طالب لما شاف ويقول لك اعرف نفسك تعرف ربك، اعرف نفسك بالضعف تعرف ربك بالقوة، اعرف نفسك بالذلة تعرف ربك بالعزة، اعرف نفسك بالفقر تعرف ربك بالغنى، مش كده برضو؟ اعرف نفسك بالضلال والحيرة تعرف ربك بالهداية والتوجيه والتوفيق، او كذا. لا حول ولا قوة الا بالله، يعني اي قوة فيك هي من الله، مش كده برضو؟ مش منك انت، انت ولا حاجة، انت ولا حاجة ايها الانسان. خلق الانسان ضعيفا. سيدنا علي لما شاف واحد ايه متكبر قال له الكلمة اللي بقولها لك دي، انا مقتبسها من سيدنا علي، يقول له ايه؟ اولك نصفة مزرة واخرك جيفة قذرة وبين ذلك تحمل العذرة، فعلام التكبر، بتتكبر على ايه؟ فربنا ينجينا يا سيدي. ورؤيا النصر بذي بمكة بعد وفاته في النوم، فقيل له ما فعل الله تعالى بك؟ فقال اوتدت عتاب الاشراف ثم نوديت يا ابا القاسم ابعد الاتصال انفصال؟ فقلت لا يا ذا الجلال، فما وضعت في اللحد حتى لحقت بالاحد. يعني كأن ربنا عاتبه بعض العتاب لوجود بعض الغفلات عنده، ثم بعدما عاتبه قال ابعد الاتصال انفصال، يعني ابعد نعمي عليك افصلها عنك لا اقطع عادتي عنك، لأن الله لا يريد أن تقطع عادتك، عادة الخير التي تفعلها أنت للعباد، فكيف يقطع عادة الخير لك؟ هو من باب أولى بالإحسان لمن أساء إليه، إذا كان هو الذي أمرنا أن نحسن لمن أساء إلينا يكون هو من باب أولى أن يحسن لمن أساء إليه سبحانه وتعالى، لأنه لا يأمر بأمر إلا ويكون الله سبحانه وتعالى هو مصدر أصله كله. فالله سبحانه وتعالى يمد الكافر حتى بنعمه، حتى الكافر الذي يكفر بالله يمد بنعمه ويمد بستره ويعطيه ما شاء سبحانه وتعالى. فنعم الله سبحانه وتعالى غير محصورة، لأنها للعباد منصورة ليل نهار، لأنه جواد كريم، يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ويداه هنا بمعنى الظاهر والباطن، مش بمعنى اليد الجريحة، يعني يداه مبسوطتان بالنعم الظاهرة والباطنة، فالظاهرة يد والباطنة يد، عطاء ظاهر وباطن، مش كده برضه؟ مش الجريحة بقى والجماعة اياهم اللي مش فاهمين حاجة، يقول لك اليد له يد لك ايدينا، طب ما قال لك يداه، يبقى ليه ايدين اتنين ولا يد واحدة؟ ولا له ايادي والسماء خلقناها بايد بالجمع، ولا ايه الحكاية؟ يبقى انت بقى مش فاهم لغة العرب، لان اليد بمعنى العطاء، الباء اليد بمعنى العطاء لا بمعنى الجارحة عند لغة العرب، يبقى انت راجل عجمي بقى، اعجمي بتفهم القرآن بغير لغة العرب، وعايز تلزم كل الامة انها تفهمه بفهمك الخطأ، وإلا يبقوا بيعطلوا الصفات ومش عارف ايه وبيعملوا ايه ويألف كتب ويلزقها في حاجات عجيبة الشكل. فنسأل الله ان يهديهم ويهدينا الى سواء السبيل. هو الظاهر والباطن، فلما كان هو الظاهر بمقتضى ظهوره تظهر نعمه، وبمقتضى بطونه تبطن نعمه. ادي معنى اليد الظاهرة واليد الباطنة، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، ينفق ظاهرا وباطنا، ينفق وانت تدري وينفق بلا بدون ان تدري، ففيك نعم لا تدركها اكثر من النعم التي تدركها. رؤيا ذو النون المصري في المنام، فقيل له ما فعل الله بك؟ فقال كنت أسأله ثلاث حوائج في الدنيا فأعطاني البعض وأرجو أن يعطيني الباقي، كنت أسأله أن يعطيني من العشرة التي على يدي رضوان واحدة. يعني هو كان بيعطيه، كان بيسأل ربنا أن يجعل نعيمه في الجنة مش على يد الملك، على يده مباشرة بلا واسطة، يعني مش عايز حتى إيه ان رضوان خازن الجنة هو اللي يناوله نعم الجنة، لا ده عايز اخدها من يد الله مباشرة. يعني لو كان رضوان هيدي عشر نعم انا مش عايز منه ولا انا عايز واحدة بس من العشرة بس من ايدك انت بلا واسطة، ادي دعوته. ويعطيني بنفسه وان يعذبني وان يعذني عن الواحدة التي بيدي مالك بعشرة،
وأن يعذبني، مش كده برضو عندك؟ وأن يعذبني عن الواحدة التي بيد مالك بعشرة ويتولى هو، وأن يرزقني أن أذكره بلسان الأبدية. يعني بيقول وإن كان ولا بد هيعذبني، لو كان ولا بد فيا رب عذبني بيدك أنت بلا حجاب، لأنك لو عذبتني بلا حجاب لكان العذاب من يدك عين العذوبة، لأن العذاب من الحجاب، لكن لو رفع الحجاب وعرفت أنه من الله، إحنا نقول المصريين ضرب الحبيب زي أكل الزبيب. أدي معنى كلامه. فبيقول أنا بس يا رب ارفع الحجاب عني، سواء حطتني في النار أو حطتني في الجنة، ارفع الحجاب عني وخليني أتعامل معك مباشرة بلا حجاب، لأن عذابي هو الحجاب. فلو حجبتني في الجنة أصير معذبا، ولو كشفت الحجاب عني وأنا في النار أصير منعما. أدي معنى كلام. وأشكر ربنا بين أن أهل النار عذابهم عالي، أصل عذابهم أنهم محجوبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. حجبهم يزيد عذابهم، يوم يشعروا بالعذاب. فهمت بقى المسألة؟ وأن يرزقني أن أذكره بلسان الأبدية، يعني يرزقني لسان يذكره لا ينقطع أبدا، غير مرتبط بزمان ولا بمكان. يبقى ده يعني أولية، دعوات أولية فهمة. وقيل رؤية الشبل في المنام بعد موته، فقيل له ما فعل الله تعالى بك؟ فقال لم يطالبني بالبراهين على الدعاوى إلا على شيء واحد. يعني لم يطالبني بالبراهين على الدعاوى. كنا بنقول للناس احنا عباد واحنا كويسين واحنا علماء، ما قاليش ايه دليل علمك وايه دليل، ما سألنيش على اي حاجة كنت بدعيها الا حاجة واحدة بس، قلت يوما لا خسارة اعظم من خسران الجنة ودخول النار. فقال لي واي خسارة اعظم من خسران لقائي؟ انت نسيتني، ايه جنة ونار؟ يعني رجعوا فيدي بس. فهمت ازاي؟ ليه؟ لان الولي المفروض ان هو يتقي ان يعبد الله لله لا لنعمه، لان في من يعبد الله لنعمه وفي من يعبد الله لله. فالولي يعبد الله لله، وغيره من عوام اهل الجنة يعبد الله للنعم. فربنا يدي لاهل الجنة نعمه زي ما كانوا عايزين. انت بتعبدني عشان الحور العين او خد حور عين، تعبدني علشان الانهار اللي في الجنة خد انهار في الجنة، انت تعبدني لاجلي يبقى خلاص خليك انت لذاتي لتجليات الاحدية حيث جموع الاسماء والصفات والافعال. ادي المعاني. سمعت الاستاذ ابا علي يقول رأى الجريري الجنيد في المنام فقال كيف حالك يا ابا القاسم؟ فقال طاحت تلك الإشارات وبادت تلك العبارات وما نفعنا إلا تسبيحات كنا نقولها بالغدوات. يعني ما بقاش إلا ذكر الله صبحا وعشيا، هو ده اللي باقي. كل الكلام اللي كنا بنقوله والمصطلحات اللي بنقولها والتقسيمات اللي بنقسمها لناس تحفظها، كل ده طاح وبقيت هذه الأمور. وقال النباحي النباجي، ها الباجي أنا عندي مكتوبات، وقال الباجي تشهيت، انا هحسبها كده ليكون اسم حد واحنا ما نعرفوش، تشهيت يوما شيئا فرأيت في المنام كأن قائلا يقول أيجمل بالحر المريد ان يتذلل للعبيد وهو يجد من مولاه ما يريد. يعني ايه؟ يعني تشهى شيء كده قال يا سلام نفسي في كنافة بالبقلاوة، اي حاجة بقى اي كلام بس في اي حاجة. وبعدين بعد كده ايه جاله هذا في المنام ده؟ لان ربنا بيؤدب اولياء اول باول. فبيقول له ايجمل بالحر المريد ان يتذلل للعبيد وهو يجد من مولاه ما يريد. طب انت دلوقتي عايز كنافة، طب ما انت في قلبك معاني وحكم وتوكل ورضا وثقة لا تستطيع ان تشتريها باموال الدنيا، بتدور على حاجة بجنيه وبنص جنيه وبربع جنيه، عيب عليك. ده انا انعمت عليك بنعم كثيرة تقول تبص لحاجة تانية اختشي. يعني انا بقول له اختشي. وقال ابن الجلاء دخلت المدينة وبيثاقة، دخل مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وبيثاقة يعني ما حلتوش اي مال وداخل ميت من جوع وما عندوش اي مال خالص ولا مكان يأويه ولا اصحاب يعرفه، ودخل مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فتقدمت الى القبر وقلت انا ضيفك يا نبي الله،
مش الراجل في التوشيح يقول لك انا اضيفك يا رسول الله؟ هي نفس الحكايه. هو راح لايه؟ لسيدنا رسول الله في القبر الشريف وقال له انا اضيفك يا نبي الله. فغفوت غفوه فرايت النبي صلى الله عليه وسلم في نومي وقد اعطاني رغيفا فاكلت نصفه وانتبهت وبيد النصف الاخر. وقال بعضهم رايت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يقول زوروا ابن عون. يقول رايت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يقول زوروا ابن عون فانه يحب الله ورسوله. زار ابن عون كان مريض او الناس مش مشهور مش معروف، فربنا سبحانه وتعالى اراد ان يعرفه لاهل عصره ينتفعوا به. فاحيانا يدي رؤى كده عشان ينبه الناس لبعض اوليائه اللي هم ما يكونوش معروفين، يقوم ينبههم بالرؤيه. وقيل راى عتبه الغلام حوراء في المنام على صوره حسنه، فقالت له يا عتبه انا لك عاشقه فانظر الا تعمل من الاعمال شيئا يحال بيني وبينك. لو طلع امراه ثلاثا ما يعرفش يردها تاني، وهو برضه طلع الدنيا ثلاثا ما يعرفش يرجعها بقى الا لما تنكح زوجا غيره. وهي كل يوم اصلا بتنكح زوجا ازواجا، هي الدنيا كده بترقص لكل واحد شويه، مش بيقول لك كده؟ سمعت منصورا المغربي يقول رايت شيخا في بلاد الشام كبير الشأن، وكان الغالب عليه الانقباض، يعني تملي مقبوض كده مكتئب. فقيل لي ان اردت ان ينبسط هذا الشيخ معك فسلم عليه وقل رزقك الله الحور العين. قالوا لي لو خليت الراجل ده يتبسط معك كده ويفتح قلبه ليك ويكلمك ادعي له الدعوه دي، تقول له رزقك الله الحور العين فانه يرضى منك بهذا الدعاء. فسألت عن سبيله فقيل انه رأى شيئا من الحور في منامه فبقي في قلبي شيء من ذلك، فمضيت وسلمت عليه وقلت رزقك الله الحور العين، فانبسط الشيخ معي. يعني لو شاف الحور العين في المنام مش هيبص لستات الدنيا خلاص. زي برضو يقول لك لو كل اكلة من اكل الجنة يأنف من طعام الدنيا، ما يطقش يبص له بقى خلاص، يعتبره جيفة. تقدر انت تاكل جيفة؟ تعرف من الجيفة مش كده؟ كذلك لما تشوف حور العين ما تبصش بقى لستات اهل الدنيا دول خلاص، لان ستات اهل الدنيا لما هيدخلوا الجنة مش هيدخلوا برضو على صورتهم دي، والا لو جت على صورتهم دي يعذبوا بيهم اهل النار، لكن ربنا هينشئهم نشأة جديدة. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا، يعني بتبقى أحلى من حور العين كمان. يعني ستة الدنيا لما يخشوا الجنة هيبقوا أحلى من حور العين. فهمت إزاي؟ يعني علشان برضو ما يزعلوش. وقيل رأى أيوب السختياني جنازة عاصم فدخل دهليزا لئلا يحتاج إلى الصلاة عليها. سيدنا أيوب السختياني شاف واحد عاصي وعرفوا إن راجل يعني كان من أهل المعاصي أسرف على نفسه ومات، ودخلوا يصلوا عليه، فراح استخبى كده عشان ما يصليش عليه. فرأى بعضهم الميت في المنام فقال له ما فعل الله بك؟ فقال غفر لي. وقال لي قل لأيوب السختياني قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتول. يعني بعت له رسالة تلغراف كده من البرزخ لسيدنا أيوب السختياني، يقول رحمة ربنا واسعة. وقيل رؤيا الليلة التي مات فيها مالك بن دينار كأن أبواب السماء قد فتحت وقائلا يقول ألا إن مالك بن دينار أصبح من سكان الجنة. وقال بعضهم رأيت الليلة التي مات فيها داود الطائي نورا وملائكة صعودا وملائكة نزولا، فقلت أي ليلة هذه؟ فقالوا ليلة مات فيها داود الطائي وقد زخرفت الجنة لقدوم روحه على أهلها. قال الأستاذ الإمام أبو القاسم القشيري رأيت الأستاذ أبا علي الدقاق بالمرة بقى في الزحمة، المصنف نفسه هيروي لك برضو إيه رؤية هو نفسه رأاه، رأى شيخه بقى الأستاذ أبا علي الدقاق اللي هو شيخه حماه في المنام، فقلت له ما فعل الله بك؟ فقال ليس للمغفرة هاهنا كبير خطر، أقل من حضر هاهنا خطرا فلان أعطي كذا وكذا. قال المغفرة هنا دي دار المغفرة، يعني ما فيهاش صعوبة خالص، احنا في دار هنا المغفرة دي حاجة سهلة قوي. ده فلان اللي انت لا كنت لا تأبه له في عبادته خد كذا وكذا وكذا، فما بالك بقى العباد خدوا ايه؟ يعني رحمة ربنا واسعة.
ووقع لي في المنام ان ذلك الانسان الذي عناه قتل نفسا بغير حق، يعني ميت وقتل نفسه بغير حق، فما بالك بقى وربنا غفر له لتوبته او بمشيئته سبحانه وتعالى واعطاه ما اعطاه، فما بالك بقى اللي ميت ولم ايه لم يلوث يده بمال مسلم ولا بدم مسلم ولا بعرض مسلم وشغل نفسه بعبادة ربه. وقيل لما مات كرز بن وبرة رؤية في المنام كأن أهل القبور خرجوا من قبورهم وعليهم ثياب جدد بيض، فقيل ما هذا؟ قيل إن أهل القبور كسوا ثيابا جددا لقدوم كرز بن وبرة عليهم. ورؤية يوسف، هو معلوم أن أهل القبور بيسعدوا بقربهم من إيه؟ من الصالحين اللي يدفنوا معهم، والإنسان بيكرم بجاره، مش كده برضه؟ لتكرم بجارك في الدنيا برضه في الآخرة من باب أولى في الجنة، وعلشان كده كان الناس يحبوا يدفنوا بجوار الصالحين، وعلشان كده الدفن مثلا في البقيع ليه له فضيلة زائدة، لأن في 10,000 صحابي مدفونين وفي جوار النبي صلى الله عليه وسلم وفي على مر العصور الأولياء الصالحين اللي ماتوا في المدينة المنورة ودفن فيها في كل مواسم الحج والعمرة على مر العصور من جميع الجنسيات. فشوف أنت بقى لما تخش تدفن في وسط العالم الحلوة دي هتلاقي بقى يعني ونعم المقام، لأن الإنسان بيأنس بجواره. ورؤي يوسف بن الحسين في المنام فقيل له ما فعل الله بك؟ فقال غفر لي. فقيل له بماذا؟ فقال لأني ما خلطت جدا بهزل قط، يعني ما كانش يتكلم كلام جد ويخلطه بهزل أبدا، لما يتكلم كلام فيه نوع من التبسط يبقى بعيد عن الجد، وما يتكلم جد يفضل جد، انما ما يخلطش ده على ده يقوم يلخبط الناس. ورؤي ابو عبد الله الزراد في المنام فقيل له ما فعل الله تعالى بك؟ فقال اوقفني وغفر لي كل ذنب اقررت به في الدنيا الا واحدا استحييت ان اقر به، فوقفني في العرق حتى سقط لحم وجهي. يعني لما اقر كل ذنوبه قدام ربنا غفرها له ما عدا ذنب واحد كتمه ما رضاش يقول لربنا عليه، وربنا سبحانه وتعالى اعلم بالذنوب كلها، فراح موقفه بقى ما رضاش ايه يعني يفرج عنه، وهو بقى ايه برضه كاتم الذنب ده لحد ما سقط ايه لحم وجهه. فقيل له وما ذاك؟ فقال نظرت يوما الى شخص جميل فاستحييت ان اذكره، يعني شاف واحد كده انشغل بجماله او واحده انشغل بجمالها وكسف يعني انه يقول لربنا يعني على الحكاية دي، يعني حاجة ما تلقش يعني حاجة يعني عيب يعني، فكسف يقول لربنا، فربك سبحانه وتعالى يعني اخذه. علشان كده ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولة، فربنا ينجينا. وخشع حيجي الصيام والناس في الصيام يحبوا يقعدوا يتسلوا قدام التلفزيون ويجيبوا حتى لو التلفزيون وحش يجيب برضو فيديو، ولو الفيديو وحش عنده النت، ولو النت مش وحشة يجيب سي دي والحكاية يعني، ولو ده كله مش موجود يروح قافل ده وقافل واقف في البلكونة يتفرج على الرايحة واللي جاية، كل ده مستني مدفع الافطار، فيعني الواحد يراقب نفسه. ومال؟ لان هذه النظرة كان لها وقع في القلب، والقلب لا يدركه الا ربنا بس، الجوارح ما تدركش بيه سهلة. سمعت أبا سعيد الشحام يقول رأيت الشيخ الإمام أبا الطيب سهلا السلوكي في المنام، فقلت له أيها الشيخ، فقال دع الشيخ، هو ده وقت شيخ يا عم شيخ إيه يعني؟ فقلت وتلك الأحوال التي شاهدتها؟ فقال لم تغني عنا شيئا. فقلت ما فعل الله تعالى بك؟ فقال غفر لي بمسائل كانت تسأل عنها العجز فأجبتهم عنها، يعني ربنا غفر له بدروس الفقه اللي كان بيديها للعوام، ده يجي يسأله هنا وقت الوضوء يا عم الشيخ يقول، واحد يقول له أنا مش عارف وقع على ثوبي مش عارف إيه وأنا بصلي، طب صلاتي عاملة إيه؟ يقول، واحد ثاني يقول له مثلا سؤال يقول له، عوام كده ناس العوام، هو ده بس ربنا غفر له عشان الحكاية دي، لكن كل العبادات اللي عملها ما جابش سيرتها. يعني الإنسان لا يدري أينما تكون مواقع رضا الله عز وجل. سمعت أبا بكر الرشيد الفقيه يقول رأيت محمدا الطوسي المعلم في المنام
فقال لي قل لأبي سعيد الصفار المؤدب، وكنا على ألا نحول عن الهوى، فقد وحياة الحب حلتم وما حلنا، وكنا على ألا نحول عن الهوى، يعني وكنا على عهد ألا نحول عن الميل إلى ربنا، يبقى بتكلم هنا الهوى إلى الله يعني، وكنا على ألا نحول عن الهوى، فقد وحياة القلب حلتم وما حلنا، يعني حلتم يبقى كأن بيتكلم على لسان الايه الحضرة الالهية، يعني الله سبحانه وتعالى بيقول له وكنا يعني معك ايها العبد على الا نحول عن الهوى فقد وحياة القلب، حياة القلب دي جملة اعتراضية قسم، فقد يعني حقها يقول فقد حلتم وما حلنا وحياة القلب، ولكن انت كنت تحول وتنصرف عنا ونحن لا ننصرف عنك برعايتك، تشغلتم عنا بصحبة غيرنا واظهرتم الهجران، ما هكذا كنا، لعل الذي يقضي الامور بعلمه سيجمعنا بعد الممات كما كنا. يا اما بيقول الكلام ده على لسان الحضرة، او بيقول الكلام ده على لسانه هو لصديقه هو الذي تعاهدوا على عدم هجران الطاعة حال حياتهم، يعني يحتمل هذه المعاني كلها، يعني معناها ان الانسان يكون على عهده مع الله، وربك سبحانه وتعالى بيقول ايه الذين يوفون بالعهد، مش كده برضو الوفاء بالعهد دي عبادة كبيرة، وقال ينقضون عهد الله من بعد ايه ميثاقه، وعهد الله اللي هو ألست بربكم، مش ربك خد منك العهد ألست بربكم، هو ده الميثاق الاول، يوم بعد ما تيجي في الدنيا بعد كده تتخذ لك ارباب غير ربك، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد القميصة، تعيس عبد الخميصة، فيبقى ده نقض للميثاق الاول، انك تنشغل بغيره سبحانه وتعالى وتشتهي غيره وتميل الى غيره وتثق بغيره، كل دي كأنها نقض للعهد الاول والميثاق الاول. قال فانتبهت وقلت ذلك لأبي سعيد الصفار، فقال كنت أزور قبره كل يوم جمعة فلم أزره هذه الجمعة، يبقى الشعر ده موجهه لصديقه لأنه كان بيزوره في قبره كل يوم جمعة، يبقى الصالحين هو الميتين بيشعروا بزوارهم، فلما تأخر جاء في المنام بيلومه بيقول له وكنا على ألا تحول عن الهوى فقد وحياة الحب حلتم وما حلنا، تشغلتم عنا بصحبة غيرنا يعني عن زيارتنا المعهودة، وأظهرتم الهجران ما هكذا كنا، لعل الذي يقضي الأمور بعلمه سيجمعنا بعد الممات كما كنا. يبقى الميت هو بيشعر بزيارة أهله وأصدقائه وأحبابه ويأنس بهم، وحكي عن بعضهم أنه قال رأيت في المنام رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوله جماعة من الفقراء، فبينما هو كذلك إذ نزل من السماء ملكان وبيد أحدهما طست وبيد الآخر إبريق، احنا نقول عليه طشت، والكتب الفصحى يقول لك طست اللي هو الطشت بقى، يعني وعاء كده كبير طبعا عارف الطشت، وعاء إناء كبير كده يملوا فيه مية ويغسلوا فيه يستحموا فيه لهم فيها مآرب كثيرة. فبيقول شاف ملكين نازلين، واحد في ايده طشت والتاني معاه إبريق في المنام في حضرة النبي وجالس معه فقراء، ده شاف في المنام ده كده، فوضع القسط بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسل يده، ثم أمر الملكين حتى غسلوا أيديهم، ثم وضع القسط بين يدي يعني أمر الملكين يغسلوا أيدي الفقراء كلهم كويس، لما إيه لحد ما جت دور عليه هو في المنام بقى عشان يغسل أيديه، فقال أحدهما للآخر الملك قال للثاني لا تصب على يده فإنه ليس منهم، ده مش من المجموعة دي تسيبك ده داخل عليهم كده، فإنه ليس منهم، فقلت يا رسول الله أليس قد روي عنك أنك قلت المرء مع من أحب، فقال بلى، فقلت أنا أحبك وأحب هؤلاء الفقراء، فقال صلى الله عليه وسلم صب على يدي فإنه منهم، فدي برضو إيه كرامة له، يعني دي رؤية بشارة، دي رؤى من رؤى البشارة، إنهم القوم اللي عشق بهم جليسهم، اللي هو الحديث اللي قايله النبي صلى الله عليه وسلم مش كده برضو، اللي هو لما يجي في مجالس الذكر في آخرها قوموا مغفورا لكم
ويبقى قاعد واحد مستني الجماعة يخلصوا الذكر علشان لي مصلحة عند فلان، يوم ايه يجي الملك يقول يا رب بس فيهم فلان ده كان قاعد كده المصلحة ما مش منهم، فيقول له الله سبحانه وتعالى انهم القوم لا يشقى بهم جليسهم، طالما قاعد معاهم ياخد اجرهم ويروح. وحكي عن بعضهم انه كان يقول ابدا العافية العافية، يعني كان واحد طول ما هو ماشي كده كل ما يدعي يقول العافية 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 العافية. فقيل له ما معنى هذا الدعاء؟ فقال كنت حمالا في ابتداء امري، يعني كان بيشتغل شيال في اول امر، وكنت حملت يوما صدرا من الدقيق، يعني ايه يعني شوال دقيق تقيل قوي شال، فوضعته لاستريح، فكنت اقول يا رب لو اعطيتني كل يوم رغيفين من غير تعب لكنت اكتفي بهما. يعني ايه التعب ده يا رب ده؟ حط طبعا الحمل وبياخد نفسه والدنيا حر تعبان، فبيقول لربه كده يا رب لو تديني بس رغيفين كل يوم ما كنتش تعبت انا التعب ده، كنت اكتفي بيهم واقعد اعبدك. فاذا رجلان يختصمان، مجرد ان هو خاطب نفسه الخطاب ده في نفسه بس لقى اتنين بيتخانقوا، فتقدمت اصلح بينهما، فضرب احدهما راسي بشيء اراد ان يضرب به خصمه فدمي وجهي، فجاء صاحب الرابع اللي هو يعني الشرطي بتاع النقطة يعني الضابط او الدورية، يعني لقى الناس دول بتتخانق وده دمه سايح خدوا الكل معاهم قبضوا عليه، فاخذاهما فلما رآني ملوثا بالدم اخذاني وظن انني ممن تشاجر فادخلني السجن، وبقيت في السجن مدة اوتى كل يوم برغيفين، يعني ربنا برضو الدهال مش انت عايز كده رغيفين خدهم. فرأيت ليلة في المنام قائلا يقول انك سألت الرغيفين كل يوم من غير نصب ولم تسأل العافية فأعطاك ما سألت، فانتبهت وقلت العافية 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 حرام العافية العافية، فرأيت باب السجن يقرع وقيل اين عمر الحمال فأطلقوني وخلوا سبيلي. ودي من كمال رعاية الله لأوليائه، ان حتى لما يخطر عليهم خواطر لا تليق فيها سوء أدب يوم ربك يأدبهم على طول، مش يسيبه يهمله يفضل طول عمره قليل الادب، لا واخد بالك يقوم ايه ما هو يقول لك تذكروا فاذا هم مبصرون، يقوم ربنا يذكره على طول اما برؤيه او بالواقع، هنا ذكره بالواقع مش كده برضه، ودخل السجن ولما قعد في السجن بياخد الرغيفين وقعد مده لحد ما جاله في الرؤيه ايه فهمه بقى، قال له لو كنت قلت العافيه كنا ادينا لك اكتر من غير ما يجرى لك المرمطه اللي انت اتمرمطتها دي، قول العافيه عافيتك اوسع لي شو مغفرتك اوسع من ذنوبي ورحمتك ارجع عندي من عملي، شوف بقى دعية النبي جميلة ازاي، يقول لك عافية مغفرتك اوسع من ذنوبي ورحمتك ارجع عندي من عملي، ادي الجمال ادي جمال دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يقول كده اللهم اني اسألك العفو والعافية في الدنيا والدنيا والاخرة انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، دعاء ليلة القدر كل الادعية دي يعني ادعية فيها الرحمات كلها. يعني الخلاصة ما تختارش ما تختارش مع رب، لأنه ممكن تختار تقوم ايه الاختيار ده تفضل انت في مساوئه وفي مشاكله طول عمرك عشان انت اللي اخترت، وعشان كده سيدنا ابو الحسن الشاذلي بيقول لك ايه اذا خيرت فاختر الا تختار فاختر الا تختار، لان ما تعرفش انت مصلحة نفسك مش كده برضو، انا الجهول في علمي فكيف لا اكون جهولا في جهلي، ممكن الانسان يتعلق بما فيه ضرره مش كده برضه بيحصل، حتى ولو سنه كبير وعنده خبره في الدنيا يجي يبقى عايز حاجه يطلع فيها الضرر بتاعه، فايه فاذا خيرت فاختر الا تختار وفر من المختار من المختار الى من يخلق ما يشاء ويختار، يعني فر من اختيار نفسك الى اختياره سبحانه وتعالى، وقل لا اللهم لا تعلق قلبي الا بما قسمت لي رضا منك بما قسمت لي، ادي الكلام. وحكي عن الثاني انه قال كان عندنا رجل من اصحابنا هاجت عينه، هاجت عينه يعني اصابه رمض في عينه كده او مرض في عينه يعني، فقيل له الا تعالجها؟ فقال عزمت على الا اعالجها حتى تبرأ من الله كده، مش هاخد سبب لان انا شايف ان المرض ده من الله، فانا عزمت وقصدت كده بيني وبين ربنا ان انا اقبل قدره فيا لحد ما يرفعه هو بنفسه سبحانه وتعالى. قال فرأيت في المنام كأن قائلا يقول لو كان هذا العزم على أهل النار كلهم لأخرجناهم من النار، يعني لصدق عزمه وثقته في الله. أي في إيه
انا اللي هو الاخير ده ما هو ده جزء من حزب البر للامام الشاذلي، جزء اخير في حزب البر للامام الشاذلي ابو الحسن الشاذلي، في حزب اسمه حزب البر للامام ابو الحسن الشاذلي مطبوع. ريدة جميل حزب البر ده الامام ابو الحسن الشاذلي جميل. اولا بتدعي وبتتعلمي وبتفهمي الثقة بالله وبتقرأي قرآن في كل حاجة، حزب جميل كده، حزب البر للامام الشاذلي. اللهم لا تعلق قلبي بما قسمت الا بما قسمت لي، رضا منك بما قسمت لي، لان من الـ من الـ من العذاب والشقاء ان ربك يعلق قلبك بحاجة ما تكونش من اسمتك، تقوم تعيش طول عمرك زي اللي حبه وما طالش، لدرجة ان الرجل اللي بيغني قاعد ايه يندب عليه، يقول لك يا عيني على اللي حبه ولا طالش، قاعد يندب عليه من كتر ما هو تعذب مسكين. لكن اما تبقى بتحب الحاجة اللي هو ربنا قسمها لك، ده من الايه يعني علق قلبك باللي قسمه لك، تبقى انت كده عايش طول عمرك مبسوط باللي في ايدك، فرحان باللي في ايدك، ما تبصش في اللي في ايدك. ادي معنى لا تعلق قلبي الا بما قسمت لي، رضا منك بما قضيت لي. هتلاقيها جزء في حزب البر كده في اخره. زي سيدنا ابراهيم، سيدنا ابراهيم هو في المنجنيق وبيرموه، وقالوا سيدنا جبريل عايز النجاة، كان اي واحد فينا هقوله الحقني خدني ويمسك في جناحه ويطير، مش كده برضه اي واحد فينا كان عايز. لكن سيدنا ابراهيم كان ايه قلبه معلق بما قسمه الله له، فقال والله لو ربنا قسمني النار انا راضي بالنار، تبقى جنة، فسايب نفسه. لما قال سيدنا جبريل اما اليك فلا واما ربي فعلمه بحالي يغني عن سؤال، ادي قلب سيدنا ابراهيم وتعلقه بما قسمه الله له، رضا منه بما قسمه الله له، فلما رضي بذلك كان في الظاهر نارا وفي الحقيقة جنة، فجعلناها بردا وسلاما على إبراهيم. فهمت؟ وحكي عن الجنيد أنه قال رأيت في المنام كأني أتكلم على الناس، يعني شاف سيدنا الجنيد في المنام أنه قاعد يدرس للناس، فوقف علي ملك، فجاء ملك بيسأله في المنام يعني، فقال أقرب ما تقرب به المتقربون إلى الله ماذا؟ فقلت عمل خفي بميزان وفي. قال فولى الملك عني وهو يقول كلام موفق والله، يعني انبسط الملك، انبسط من إيه من الإجابة، عمل خفي بميزان وفي، يعني عمل خفي عن الرياء وعن الظهور بميزان وفي، يعني بأجر خالص لله سبحانه وتعالى أو من الله. وقال رجل للعلاء بن زياد رأيت في النوم كأنك من أهل الجنة، يا سلام لو واحد شاف لك الرؤية دي تتنفخ انت بقى، لكن شوف الأولياء يخاف. فقال لعل الشيطان أراد أمرا فعصمت منه، يعني تلاقي الشيطان جاي يغويني فربنا عصمني منه، فأشخص إلي رجلا يعينه على مقصوده من إضلالي، فلما يئس مني الشيطان بعت لي واحد زيك يقول لي الحكايه دي عشان اتقالت وانام بقى، واقول انا من اهل الجنه، يعني ايه فهم ان هي من الشيطان، مش انت بقى تقول يا رب تهدم عليك ادي، لا فوق، لان الشيطان اصله ايه يعني يريد منك ان تعبد بعبادتك حتى تحبط، اول ما يلاقي عباده حلوه كده وربنا بيدي عليها اجر كبير ويحاول يجي لك كده من باب الرياء ما يعرفش، من باب العجب ما يعرفش، يوم يجي لك من باب الاصدقاء، يروح الاصدقاء يشوفوا لك رؤيه حلوه ويقول لك ايه ده انت على فكره مقامك كبير قوي، ده انا شفت لك رؤيه ده انت مقامك عليه قوي، ايه الحلاوه دي، تقوم ايه تمشي منفوخ بقى، بعد ما كنت ماشي كده بتقول يا رب يا رب، تقول انا اول ما تقول انا بقيت ابليس، لان اول من قال انا مع الله هو ابليس، ما حدش قال انا الا الله بس، واخد بالك، لكن جاء ابليس نازع الله في الانا، الآن مش فاللي يقول أنا يبقى إبليسي النزعة، لكن يقول بالله بتوفيق الله، لأنه لا حول ولا قوة إلا بالله، وما بكم من نعمة فمن الله، مش كده برضو، إنما تقولش أنا مش عارف إيه وعملت إيه وبص شوف أيادي إيه وعملت إزاي وشوف أنا يعني خدمت الناس إزاي وإزاي مش عارف إيه، أنا قاعد طول النهار، أنا قاعد طول النهار يتكلم على نفسه، نفسك إيه وأنت ولا حاجة، ده انت ما انت الا مرآة لظهور الكمال فيها، فان ظهر فليس منك،
هو انت لما تحط صورة جميلة قدام المراية فتلاقيها منطبعة في المراية تبقى الميزة في المراية؟ الميزة يعني في المراية؟ ولا هي الصورة الحلوة؟ الصورة اللي انطبعت مش كده برضو؟ فكأن اسماء الله بكمالها وجلالها وجمالها تنطبع اثارها في خلقه على صورة المرآة، فكلما ظهرت محاسنها فهي من الله، واذا ظهرت المساوي فهي منك ومن نفسك، لان العيبة في المرآة. ان كانت مرآة مغبشة يظهر فيها صورة تطلع وحش، ولو كانت كمان معرضة تلاقي الصورة كمان ايه، حاجة فيها مكببة وحاجة فيها صغيرة وحاجة فيها ده فيها مشوهة. بص كده في مرآة مقعرة محدبة كده عاملة كده، وبص لوشك فيها تلاقي مناخيرك قد كده وعينك مش عارف قد كده وبقك مش عارف ودنك هنا، تلاقي شكل مشوه. هل التشويه فيك انت؟ ده التشويه في المرآة. فما يظهر من نقص في المخلوقات فمن الخلق العيب فيها، وما يظهر فيها من كمال فمن المتجلي فيها. فهمت المعنى؟ ادي الحكاية. فالشكري يقول وما أصابك من سيئة فايه؟ فمن نفسك. فأي سيئة من نفسك أيها المخلوق العيب فيك. وما أصابك من حسنة فمن الله، فأي كمال ليس منك بل من الله. ادي المعنى. تيجي في الآخر تتكبر وتقول أنا وعملت وعملت، وتقول أنا، تقول لي أنا إيه أنت يا بتاع أنا؟ فهمت؟ أنت ليس لك وجود بذاتك من ذاتك، بل وجودك بالله وعلى الله وفي الله. انت اصلا عدم، انت لو فتشت عن نفسك لا تجد نفسك شيء. انت عدم، عدم ابن عدم، تراب ابن تراب، مش هي دي؟ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وما زلت ليس لك ذكر الا بذكر ربك لك، ولولا ذلك ما كان لك ذكر ولا كان لك وجود ولا كان لك شرف ولا لك كرامه ولا لك حاجه خالص. انت تتفرج على الانسان اول ما روحه المكرمه دي بتطلع من جسده بتبقى ايه؟ جسد يعافو اقرب الناس، اقرب الناس الي يعافى هذا الجسد، مش كده برضو؟ اول ما الواحد يموت يقول لك هتدفنوا الجثه امتى؟ ما يقولوش فلان بقى، بقيت الجثه. بعد لحظه بقيت الجثه. كنت الاول الدكتور فلان وسعاده البيه العلاني وسيادتك يا فندم، واول ما نروح تطلع بقت اسمها الجثه. يقول لك هتدفنوها امتى؟ وتشيلوها امتى؟ واقرب الناس عايزين يدفنوها ويطلعوها من البيت بسرعه، لحتى تتغير وتغير ريحه البيت، مش ده اللي بيحصل؟ ففيك ايه انت يعني؟ ما بكم من نعمة فمن الله، اعرف كده كويس. وقيل رؤيا عطاء السلمي في النوم، فقيل له لقد كنت طويل الحزن، فما فعل الله تعالى بك؟ فقال أما والله لقد أعقبني ذلك راحة طويلة وفرحا دائما. فقيل له ففي أي الدرجات أنت؟ فقال مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقيل رؤيا الأوزاعي في المنام، فقال ما رأيت ها هنا درجة أرفع من درجة العلماء ثم المحزونين. أو دي يعني الحمد لله بقى، الحمد لله لأهل مصر، دي بشارة لأهل مصر، لأن أهل مصر عايشين طول عمرهم مكبوتين، مكبوتين في أمور كثير، وإحنا عارفين المصريين دول عايشين إزاي، ما إحنا منهم، تلاقيهم مكبوتين غلابة، وفي نفس الوقت بيحبوا أهل البيت ويحبوا الصالحين ويحبوا الاولياء ويحبوا النبي، وبعدين صابرين على طائفة حكام من ايام شوف البيزنطيين قبل دخول الاسلام، قعدوا اذلوا اهل مصر، يا دوب جاء الاسلام رفع دماغهم حاجة بسيطة، وبعدين بعد كده جت الدولة الاموية، وراها العباسية والفاطمية، وراها ظلم المماليك، وراها العثمانيين، وراها محمد علي ومش عارف ايه، وراها الثورة الحمد لله، ولسه شغالين، واخد بالك؟ الحمد لله على كل حال. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ يعني اوصيكم باهل مصر خير، لانه عرف ان اهل مصر دول محزونين وبيحاولوا اهل نكد، يعني نكديه، يعني احنا نقول عليهم نكديه، واخد بالك؟ ليه محزونين؟ حتى لما يضحكوا يقول لك كفايه ضحك بقى لحسن الظهر هتقلب نكد، يعني حتى هو بيضحكوا خايفين، هو بيضحك يبقى خايف هتقلب نكد، لانه اتعود على النكد، لدرجه ان واحده نكديه فجوزها قال لها يعني مفيش داعي تنكدي عليا كل يوم، يوم نستريح ويوم تنكد، يوم ويوم كده اقلق نفسي، فاليوم اللي واخده راحه تقوم تقعد تغني له تقول له بكره النكد، يعني برضه تفكر. فده محزونين دول. فالمحزونين دول اللي يبقى عنده برضه مرض مزمن طول عمره قاعد متالم غلبان، ركبه وجعاه، ظهره وجعه، عنده بطنه مش عارف ايه، عنده مرض مزمن بيعاني منه، فطول عمره كده تلاقيه ايه يعني في حاله، لانه ملبوخ في حاله، يبقى محزون كده. او مثلا اتربى يتيم، او اتربى محروم، او طلع كده ربنا مضيق عليه في رزقه،
او واحده ست اتجوزت راجل نكدي او راجل اتجوز واحده يعني نكديه فصبر عليها عشان يربي العيال وهي صبرت عليها علشان تربي عيالها وعاشت طول عمرها كده. كل دي محزونين دول، كل دول محزونين دول، درجتهم بعد العلماء على طول. ربك سبحانه وتعالى يعني ايه يعني بيجعل لهم شأن كبير في الآخرة. فارضى بقدر الله لما يحزنك 60-70 سنة وينعمك طول الأبد، مش أحسن ما يفرحك 60-70 سنة وبعد كده تتاخد على مشمك؟ يعني ارضى بقدر الله واحمد ربك سبحانه وتعالى. وقال النباجي، برضو النباجي، ها يبقى ده النباجي غير الباجي، اصل الباجي ده من علماء الاندلس المغرب العربي ويتولد بعد الرسالة القشيرية بعدة قرون، ولا كان من اهل الكشف بقى الاستاذ عبد الكريم القشيري بيكتب على واحد لسه ما اتولدش؟ فهو اكيد كده. وقال النباجي قيل لي في المنام من وثق بالله في رزقه زيد في حسن خلق. يا سلام، تملي الوثق في رزق الله حتى لو مفلس تلاقيه ما عندوش ضيق في خلقه، راضي ماشي مبسوط وسعيد. انما ضيق الخلق بيجي امتى؟ لما تلاقي نفسك مش لاقي تاكل وانت مش راضي انك مش لاقي تاكل، صح؟ يبقى عدم الرضا مش عدم الاكل، عدم الرضا اللي خلى اخلاقك وحشه مش عدم الاكل. فهمت ازاي؟ يعني الفلوس مش هتحسن الاخلاق، اللي يحسن الاخلاق الرضا والقناعه بما قسمه الله لك، الثقه بما في يد الله، هو ده اللي يحسن الاخلاق. لكن حتى لو اعطاك اموال وما عندكش ثقة بما في يد الله، كلما اعطاك مالا ازددت فقرا، تلاقي نفسك محتاج اكتر، كل ما تاخد يدخل في مشروع ويستدين تاني بالبنك عشان يكبر المشروع. واحنا بنشوف رجال اعمال بيعملوا كده، كل ما يكسب في مشروع يبقى تمام، طلع قد على الدنيا بقى رجل من اصحاب الماليين، يروح واخد المكسب في المشروع ده ضخه في مشروع تاني ويقترض من البنك عشان يكمل المشروع التاني، يفضل فقير مديون، وبعد كده الحمد لله نجح ورفع دماغه يروح واخد الحدق على مشروع ثالث ورابع وخامس لحد ما يموت وهو افقر الخلق. يجيب طبيعة البني ادم، يبقى اعرف ان الغنى والمال ده مش بيغني، اللي بيغني الاستغناء بالله، ده اللي يغني صحيح. يعني كأن الرؤى بتاعتهم نفسها علم، رؤى الاولياء دي علم بتعلمك عمق جديد في الحياة وسلوك جديد وتطبيق جديد للاسلام. فهمت ازاي؟ علشان كده دراسة رؤى الصالحين دي في حد ذاتها يعني علم تاني. وقال النباجي قيل لي في المنام من وثق بالله في رزقه زيد في حسن خلقه وسمحت نفسه في نفقته. وتملي بقى اللي واثق ان ربنا هيخلف عليه يوم ينفق اللي معاه، مش كل حاجة قاعد يحوشها والعيال جعانة وامهم عايزة والبيت محتاج وهو نفسه محتاج، يقول لك لا اما احط ده على ده علشان اشتري حتة الارض الفلانية، احط ده على ده عشان اخد العمارة دي، احط ده على ده واعمل جمعية علشان اقبضها، وبعدين بعد كده يدور على فرح عشان يتعزم يروح ياكل، ويدور على مش عارف ميتب عشان عايز يشرب فنجان قهوة، بخل بقى. يبقى ده ما ينفعش. اللهم اعط ممسكا تلفا واعط ممسكا خلفا. يبقى اللي بيثق في الله ان يخلف تلاقي نفسه تسمح بالنفقة، اللي عارف ان ربنا بيخلص، انما اللي مش حاطط في مخه الحكايه دي يجي يحط ايده كده عشان يطلع، تبص تلاقي ايده تتقبض ما يرضاش يطلعها خلاص، يروح حارش في جيبه كانه يطلعها فاضي كده، يجي يحط ايده ناوي يطلع ناوي، وبعدين يقول يا جدع عندك مش عارف مصاريف وبتاع، يروح حارش كانه كان ايه، طب يهرش، هو كان حاططها اصلا ناوي يطلع، لكن مش هيطلع لما تطلع روحه. ليه؟ لانه ما فيش ثقه فيما يخلفه الله عز وجل. هو ده الفقير بعينه، حتى لو معاه ارصدة في البنوك قد كده، هو ده الفقير بعيد. سيدنا الجنيد دخل عليه احد التجار المشاهير في العراق في عصر، وجايب له سر الدنانير قد كده، واداها له في حجره، لانه كان عنده فقراء كتير قاعدين حواليه كده مقيمين معاه، يذكروا الله يتعلموا منه، متفرغين للعلم وللذكر. فقال له: ما هذا سيدنا الجنيد؟ قال: انفقها عليك وعلى تلامذتك. قال: اعندك غيرها؟ قال له: عندي غيرها كثير. قال: وتريد غيرها؟ قال: نعم. قال: اذا خذها فانت افقر اليها منها. طالما عندك كثير وعايز تاني يبقى انت فقير ليها اكثر، خذها حطها مع التاني ده، لكن احنا ما عندناش ومش عايزين يبقى احنا اغنى منك. فهمت ازاي؟ فقال له: اذا خذها فانت افقر اليها منا. فهمت بقى المعنى؟ الغنى عن الشيء لا به، الغنى عن الشيء لا بالشيء. فهمت بقى المعنى؟ وده حياة النبي، عرضت عليه جبال مكة تبقى في يده ذهب وفي يده غيره تراب، عمل ايه؟
أبى صلى الله عليه وسلم، لأنه غناء بالله مش بالزهر، غنى النبي بالله صلى الله عليه وسلم، واللي غناء بالله لا يزول لأنه غناء في قلبه لا يضيع، ولا البنك المركزي يأثر عليه، ولا الحكومة تأممه، ولا أمريكا تعومه، ولا حاجة خالص. حدش يقدر يقرب لحاجة في قلبك، خزانتك كلها في قلبك، حد يقدر يقرب عليها؟ تبقى أنت أغنى الخلق بالطريقة دي. إنما حط أنت أرصدتك في البنوك في أمريكا تخطب ود أمريكا، لحسن إيه؟ لحسن تجمد الأرصدة، تقوم تضطر تلاقي نفسك قاعد بتركع لها وتسبح بحمدها ليل نهار، وإلا هتضيع الأرصدة كما يفعل تجار البترول وحكام البترول. ما هو بيعملوا كده، ما بيعملوش أي حاجة في الجامعة العربية إلا وهم قاعدين في الجامعة العربية في الاجتماع باصين في إيه؟ في عينين بوش، عشان هيغمز لهم بغمزة الرضا فيرضوا، ولا بغمزة السخط فإيه؟ فما ياخدوش قرار. هي دي، لأنهم حاطين أموالهم عنده، مش كده؟ ده اللي حصل. فاللي خزنته وخزنته ورزقه في قلبه يبقى هو ده أغنى الخلق صحيح. إنما تحطها عند الريان ضاعت، تحطها في البنوك المصرية بالجنيه المصري، البنوك المصري جون يعوموه غيره، مش عارفين ينقذوه، مش كده برضه؟ تحطها بالدولار، الحروب قاعدة تغير في قيمة الدولار كل شوية، تحطها بإيه يعني؟ ولو حطيتها بأي حاجة تعيش طول عمرك برضه أسير ليها، عايز تخدمها وعايز تنميها وعايز تكبرها وقلقان عليها، وخايف حتى لحسن عيالك بعد وفاتك يقعدوا يقتلوا بعض علشانها وتبقى قلقان. لكن لما تبقى من غيرها يا سلام، آخر حرية. يقول لك الدولار بقى بجنيه، تقول وانا مالي، بقى بمية جنيه وانا مالي، ما تفرقش معاك، تفرقش معاك، لان غناك في قلبك. وقيل رؤية زبيدة في المنام، فقيل لها ما فعل الله تعالى بك؟ زبيدة دي مرات هارون الرشيد وبنت عم، كانت بقى من اغنياء عصرها. شوف بقى الخلافة بقى العباسية كانوا ايه، كانوا يعني بنغنغين في ذهب، ده كان بعضهم يبص للصحابة كده يقول لها امطري حيث شئتي فسيأتيني خراجك، فهمت ازاي؟ فغنوا غنى رهيب. فستنا زبيدة دي كان ربنا كرمها انها تنفق على الحجاج، قبائل الحجاج، وهي ماشية قوافل الحجاج طول الطريق لحد مكة، عاملة لهم نقط كده توزع عليهم اكل وشرب، يوزعوا عليهم اكل وشرب. دي ستنا زبيدة اهل خير. فرؤية زبيدة في المنام، فقيل لا ما فعل الله تعالى بك؟ فقالت غفر لي. فقيل بكثرة نفقتك في طريق مكة؟ فقالت لا، أما إن أجرها عاد إلى أربابها، ولكن غفر لي بنيتي. أصل الحاكم لما بيجي ينفق ما بينفقش من ماله، ده بينفق من مال الناس، ما هو واخدها ضرائب من الناس، هو ليه مال أصلا؟ فهو من مال الناس، ياخد من الناس وينفق، فهي كانت بتاخد وتنفق. فبيقول له ربنا غفر لك بالنفقه اللي عملتيها، قالت له لا، ده ثواب النفقه دي راح لاهل المال دول، صحاب المال، وانا ربنا غفر لي بنيتي ان انا بس وجهت المال ده للحته الخير دي، لكن اجر المال ده فانت اللي بيتاخد منك، ما تقلقش عليه، لان اللي بيتاخد منك ضرائب، اللي يتاخد منك مخالفه مرور، اللي يتاخد منك حاجات من دي بيروح بعد كده ايه؟ مرتبات الموظفين، مش كده برضو؟ بيروح على هيئه طرق وعلى انشاء مدارس ومستشفيات. فتيجي تقابل ربك يوم القيامة تلاقي عندك حسنات كتيرة، يقول لك انت بنيت في المسجد الفلاني وساهمت في المستشفى العلانية وانفقت على عملية الرجل الفلاني، وانت مش دريان، لان كل الاموال دي لما توجهت ربك سبحانه وتعالى كاتب على كل مال وهو متوجه بتاع صاحبه، حيثما توجه خدت ثوابه، فما تقلقش. وعلشان كده ادفع الضرائب وانت مطمئن، ما تقلقش، ما تحصرش نفسك وتقعد تحاول تتهرب وتعمل مش عارف ايه، ما تبطل، بطل بقى تهرب، دي صدقة مخفية، صدقة مخفية، لأن الحكومة هتاخدها هتنفقها على مين؟ على سوق المعاشات، على التأمين الصحي، على إنشاء الطرق، على الصرف الصحي، على شبكة المية تسقي الناس الماء، مش كده برضه؟ ما ده اللي بيحصل ولا لأ؟ هو ده اللي بيحصل. وبعد كده بياخدوا بقى حاجات تانية ينفقوها على البذخ بتاعهم، هم هيسألوا على بذخهم، إحنا مالناش دعوة. يبقى كل واحد هيسأل على اللي بيعمله. كون هو بيسيء التصرف في بعض الاموال هو بقى هيسأل على اساءة التصرف، واذا احسن التصرف في بعض الاموال هيبقى ثوابها لاصحابها، وحسن تصرفه ياخد ثواب نيته. فهمت بقى المسألة؟ هي الحكاية كده. ورؤية سفيان الثوري في المنام، فقيل له ما فعل الله بك؟ قال وضعت اول قدمي على الصراط والثاني في الجنة، يعني كأنه طويت له المسافة، طار يعني، مش كده برضه؟ ما هو سرعتك على الصراط بعملك، في ناس بتكبوا وناس تحبوا وناس تمشي
كشد الرجال وكأجاويد الخيل ومنهم كالبرق وكالريح، مش كده؟ انواع كتيره. وقال احمد بن ابي الحوار: رايت في النوم جاريه ما رايت احسن منها، يتلألأ وجهها نورا، يعني شاب بنت في المنام كده جميله، ما فيش اجمل من كده. فقلت: ما انور وجهك؟ فقالت: تذكر الليله التي بكيت فيها؟ فقلت: نعم. فقالت: حملت الي دمعتك فمسحت بها وجهي فصار وجهي هكذا، عينان بكت من خشيه الله، كأن يعني البكاء اللي بينزل من عين الذي يخشى الله ده، الله سبحانه وتعالى بينور به وجوه حور العين في الجنة. وقيل: رأى يزيد القرشي النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقرأ عليه، فقال له: هذه القراءة فأين البكاء؟ برضو ده منام حلو، بيقرأ على النبي، بياخد الإسناد المتصل بالقرآن في المنام، مش كده برضو؟ يعني في ناس تسمع، يعني شوف منام يسمع الرسول بيقرأ سورة معينة، فسمع قراءة النبي في المنام، دي مقام عالي قوي، ان يسمع القرآن من فم النبي دي حاجة كبيرة قوي، ده منام عالي. وفي منام تاني يقرأ هو على النبي صلى الله عليه وسلم، فقرأ على النبي ما صححلوش ولا حد، دليل نطقه حلو، فالرسول قال له: تلك القراءة الصحيحة، فأين البكاء؟ فين بقى العظة؟ فين الاتعاظ؟ فين حركة القلب؟ فين الانفعال مع القراءة؟ فهمت؟ يعني انت بتقرأ قراءة الصنايعي، واخد بالك؟ اللي هو يحسن بقى خروج الحرف، قرئ يعني يسموه بقى ايه، يعني صييت، لكن فين بقى الانفعال؟ القراءة المقصود منها اصلا الاتعاظ والخشوع، مش كده؟ ده مقصدها الاصل. يبقى النبي اراد ان يرقيه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ايده في قراءته واراد ان يرقيه الى عمق اخر في القراءة، وهي القراءة مع التدبر. وقال الجنيد: رأيت في المنام كأن ملكين نزل من السماء، فقال أحدهما: لي ما الصدق؟ فقلت: الوفاء بالعهد. فقال الآخر: صدق. ثم صعد. كل عهد من عهود الدنيا منبثق من العهد الأول: ألست بربكم. فهمت ازاي؟ حتى عهدك لرسول الله أنه رسول الله منبثق من ألست بربكم. فهمت ازاي؟ حتى عهدك في الشركة اللي بتعملها مع زميلك وجارك وحبيبك، حتى عهدك مع زوجتك بالزواج، لعقد الزواج ده عهد، مش كده برضو؟ انك تتزوجها فتحسن اليها، ربك بيقول: عاشرهن بالمعروف، فده عهد. هل وفيت بهذه العهود كلها المنبثقه من العهد الاول: ألست بربكم، ام لم توفي بالعهد؟ ادي المعنى. فالعهد، الوفاء بالعهد، قال ايه؟ هو الصدق، او الصدق هو الوفاء بالعهد. ورؤيا بشر الحافي في المنام، فقيل له: ما فعل الله تعالى بك؟ فقال: غفر لي. وقال: أما استحييت يا بشر مني؟ كنت تخاف كل شيء، الخوف، كل ذلك الخوف. ربنا قال له كده: أما استحييت يا بشر مني؟ كنت تخافني كل ذلك الخوف؟ يعني ليه غلب عليك الخوف على الرجاء يا بشر؟ كأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول له: يعني ليه غلبت الخوف على الرجاء؟ أما استحييت مني فرجوتني حتى لا تكون تخافني هذا الخوف؟ يعني حسن ظنك بي. كأن ربنا سبحانه وتعالى لطيف ودود بعباده، ودود ورحيم، يتودد إليهم وهو غني عنهم. وقيل: رؤيا أبو سليمان الداراني في المنام، فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لي، وما كان شيء ضر علي من إشارات القوم. يعني أكثر حدا برفني الكلام بتاع إيه؟ إن إحنا نقعد نكلم الناس في أحاسيسنا ومواجدنا التي كنا نستشعرها في ترقينا الى الله، فكان احيانا الناس يظن فينا اكثر من حالنا واكثر من واقعنا، فهو ده اللي ضرنا، اننا تلبسنا لباس ليس لنا، وتحققنا بحقائق ليس من اهلها، لان لما يجي واحد يقعد يشرح للناس اشارات الناس اللي هي الصوفيه، الناس يا سلام يلاقوا لما يحسن العباره يقول: ايه ده؟ ده راجل ده حاجه كبيره قوي، ويطلع هو ولا حاجه، وياخد في نفسه الم، فهو ده بيقول: اكثر حاجه ضرتني هي الحكايه دي. ربنا يسترني بقى من القعده دي، ما تكونش هي اكتر حاجه برتني. ربنا ينجينا يا رب وينجيكم. وقال علي بن الموفق: كنت افكر يوما في سبب عيالي والفقر الذي بهم. يعني قاعد كده نايم عنده عيال وما عندهمش اموال ينفقها عليهم، وهيترك لهم ايه ويعيش ويعيشهم ازاي وكده. فرايت في المنام رقعه فيها مكتوب: بسم الله الرحمن الرحيم، يا ابن الموفق أتخشى الفقر وأنا ربك؟ يبقى هنا ربنا بيلحقه يجدد ثقتي في الله. يبقى الولي كده أول ما تلاقيه
يخرب ربنا يبعث له على طول الإشارة اللي تعدله تاني. هذه معنى الولاية، أن ربنا تولاه بالتوفيق، تولاه بالرعاية. فلما كان وقت الغلس، أتاني رجل بكيس فيه 5000 دينار وقال خذها إليك يا ضعيف اليقين. وقال الجنيد رأيت في المنام كأني واقف بين يدي الله تعالى، فقال لي يا أبا القاسم من أين لك هذا الكلام الذي تقول؟ فقلت لا أقول إلا حقا، فقال صدقت. سيدنا الجنيد كان مشهور في عصره أنه من أحسن الأولياء تعبيرا عن مواجيد الأولياء، يعني كانت عبارته رائقة واضحة ظاهرة، كان من أحسنه. فبيقول لك شاف في المنام كأني واقف بين يدي الله تعالى، فقال لي يا أبا القاسم من أين لك هذا الكلام الذي تقول؟ فقلت لا أقول إلا حقا، فقال صدقت. وقال أبو بكر الكتاني رأيت في المنام شابا لم أرى أحسن منه، فقلت من أنت؟ فقال التقوى. يعني ربنا بيمثل له التقوى في صورة إيه؟ شاب. لأن احنا قايلين إن في حاجة مع عالم المثال تتمثل فيها المعاني إلى محسوسات، عالم المثال اللي أشار الله إليه في قوله فتمثل لها بشرا سويا، يبقى في عالم متوسط بين عالم الملك وعالم الملكوت يسمى عالم المثال، يراه الإنسان في حياته في الرؤى، وأحيانا يراها الإنسان أيضا في إيه؟ في قبره، وأحيانا يرى الإنسان حال حسابه. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك إيه؟ الحمد لله تملأ الميزان. طب الحمد لله ده معنى مش كده برضه؟ تملأ الميزان، والميزان حس، يوم ايه؟ يمثلها حسا فتملأ الميزان، فهمت؟ يبقى في عالم اسمه عالم الميزان. فبيقول ايه؟ رأيت في المنام شابا لم ارى احسن منه، فقلت من انت؟ فقال التقوى. قلت فأين تسكن؟ قال في قلب كل حزين. حزين يعني ايه حزين؟ مش نكد يعني. حزين يعني لا تلهيه النعمة فرحا بها عن المنعم، اللي هو معنى ان الله لا يحب الفرحين، يعني الذي يفرح بالنعمة فينسى المنعم يبقى لا الفرح، فهمت ازاي؟ انما الحزين هو الذي يفرح بالمنعم عند رؤية النعمة، يفرح بالمنعم عند رؤية النعمة، فلما يجي ياخد النعمة وهو ينظر الى المنعم يعلم انه هو المعطي المانع، فيبقى خايف من المنع بقى.